منها ايضا نجم النادي المصري ميدو جابر. ميدو مساء الخير. حبيبي يا كابتن، كيف مساء النور، اخبارك يا حبيبي، وحشني، كله كويس؟ الحمد لله بخير والله يا كابتن، كله تمام. مبروك النهارده، ماتش صعب. الله يبارك فيك. طبعا اولا الحمد لله، يعني طبعا ماتش صعب جدا مع فريق كبير طبعا، فريق الهلال الليبي، فبس الحمد لله احنا يعني ربنا كرمنا وخدنا المراد من ماتش ووصلنا للحته اللي احنا عايزينها ان شاء الله باذن الله يعني. بس كان ماتش صعب واعصاب تقيله. والله ماتش صعب جدا، وفي الهدف اللي جاب في اخر الماتش ده كارك بالدنيا شويه، لكن الحمد لله ربنا عالم احنا تعبنا ازاي وحضرنا للماتش ده ازاي الناس كلها في النادي، فالحمد لله يمكن تعب سنه كامله كان مطالب نزق نفسنا وان احنا نكون موجودين في المكان الكبير اللي ليه بالنادي المصري ان شاء الله باذن الله في دوري المجموعات، وان شاء الله يبقى المسيره كويسه ونكمل بشكل محترم ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان في بطولات كده يعني ما بتبتدي بماتشات مع عربه كده بيقول لك تفائلوا، يعني البطوله بتناديك يعني. يا رب يا كابتن، مفيش حاجه بعيده على ربنا، بس طبعا لازم كل حاجه ناخدها واحده واحده، لان احنا لازم في فكر تاني وشغل تاني وشغل كبير جدا، عشان انت داخل على يعني حاجه جامده وحاجه كبيره، دوري المجموعات ونادي المصري نادي كبير، فالناس هتبقى عامله حسابك وانت هتلاعب فرق كبيره جدا جدا في القاره، فلازم تبقى محضر لها كويس، ولازم تعالج كل حاجه حصلت في الماتشين دول، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل ده ان شاء الله ونوصل لابعد مسافه ان شاء الله في البطوله باذن الله يعني. ان شاء الله حبيبي، ربنا يوفقكم ان شاء الله وتكسروا الدنيا مع النادي المصري، وكل التوفيق ليك وللمصري. حبيبي شايف ازاي ماتش السوبر اللي جاي؟ والله طبعا ماتش، ما انت عارف ماتشات الاهلي والزمالك او ماتشات السوبر او الماتش اللي هو ماتش واحد بيحسم بطوله ما بيبقاش ليه معايير، طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا ومعاه تيم محترم نفس كلام نادي الزمالك، فالماتشات الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي فدي حاجه كبيره جدا للشعب المصري وللدوري المصري، فده ان شاء الله باذن الله يظهر، اهم حاجه ان المباراه تظهر بشكل محترم، والافضل ان شاء الله يعني ان احنا الافضل هو اللي يكسب والافضل يعمل مباراه كبيره وان شاء الله نشوف اللي يحصل، لكن الاهم من المكسب او الخساره من الماتش يليق بالكره المصريه يعني. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا ميدو واتمنى لك التوفيق يا حبيبي ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. ميدو جابر لاعب النادي المصري.